أين المفر؟ كل صعود حتما سيقابله هبوط، احذروا هذا الهبوط، فهنا سيكون الجزاء من جنس العمل. هذه القاعدة الكونية الربانية رأيناها في محطات التاريخ ووقائعه، بل رأينا العجب بها، وسيراها أهل المستقبل أيضا، وسيروون الحكاية والوقائع عن عصرنا هذا. وأبطال قصصهم هم طغاة اليوم وبائعي الضمائر. أصدقائي المتابعين، سأروي لكم اليوم قصة امرأة من أشهر نساء العرب والمسلمين. امرأة قصتها بدأت من عنابر الخدم والجواري، فانتقلت إلى قصور الملوك والسلاطين، ومنها إلى أمجاد الانتصارات الخالدة فالسلطة المطلقة، وصولا إلى النهاية المأساوية بطريقة لن تخطر على بال أحدكم. لن أطيل أكثر من هذا، فالتفاصيل ستسمعونها في حلقتنا اليوم، والتي خصصناها للسلطانة شجرة الدر. إليكم القصة الكاملة. قبل البدء في الحلقة أصدقائي، لا تنسوا أن تشتركوا في قناتي الرسمية وتفعلوا جرس التنبيه، كما أنني أشارك في شرح هذا الفيديو روابط حساباتي الشخصية على إنستغرام وفيسبوك وتويتر لمن أراد متابعتي والتواصل معي لطرح أي معلومة أو تعليق. شجرة الدر، حاملة لقب عصمة الدين وأم خليل، جارية مجهولة الأصل، وقيل أنها أرمينية أو شركسية أو حتى خوارزمية. ليس الأصل هو المجهول فقط، بل حتى الاسم وتاريخ الولادة والوفاة. ففي حين أننا لم نجد تاريخا محددا لولادتها، وجدنا أكثر من تاريخ لوفاتها، إلا أن الأغلب هو 3 مايو عام 1257 ميلادي. بداية ذكر شجرة الدر يعود إلى العام 1239. في هذا العام وقعت عين الملك الأيوبي الصالح نجم الدين أيوب على جارية حسناء، فقام من فوره بشرائها وضمها إلى الجواري الملكية. استطاعت الجارية آنذاك شجرة الدر استغلال جمالها وذكائها الفذ في الوصول إلى قلب السلطان الأيوبي، فأصبحت كالنفس الذي لا يفارقه في كل أوقاته، حربا كانت أم سلما، حتى أنها كانت معه في فترة الاعتقال الذي تعرض له، ومن بعدها ذهبت معه إلى مصر، حيث أعلن هذا الملك زواجه منها، وخصوصا بعد إنجابه لصبي منها اسمه خليل. وبهذا تكون شجرة الدر خرجت من عباءة الجواري وارتدت عباءة الأحرار، إلا أن سعادتها بولدها لم تدم طويلا، فالصبي مات صغيرا. أصبح الملك الصالح سلطانا على مصر، وبالطبع كانت شجرة الدر إلى جانبه. لم يقتصر بقاء شجرة الدر مع زوجها في القصر في مصر لكي تتنعم بالحياة الرفاهية، بل إنها رافقته حتى في جولات حروبه، وبالأخص لصد الحملات الصليبية عن أرض مصر وصولا إلى آخرها. وفي هذه الحملة كان لشجرة الدر الدور الأكبر في انتصار المسلمين، الذي حصل أنه خلال مواجهة الجيش الإسلامي للحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع، توفي السلطان الصالح. فما الذي فعلته شجرة الدر برأيكم؟ قامت باستدعاء قائد الجيش الأمير فخر الدين يوسف بسرية تامة، وأخبرته بوفاة السلطان وعزمها على عدم إشاعة الخبر في هذا الوقت العصيب، خوفا من إثبات عزائم الجيش الذي يتعرض للهجمات العنيفة، وكان ما أرادته. فلم يعلم أحد بموت السلطان الذي نقل ودفن سرا في مدفنه. وإن كنتم تتساءلون كيف لم يلحظ أحد هذا الغياب، إليكم الجواب. شجرة الدر وبحكم تمرسها أمور السلطنة والحكم بعد مرافقتها لزوجها، استطاعت الحصول على ختمه وإتقان توقيعه، فقامت بتسيير كل الأمور التي تستوجب إمضاء السلطان، بل وأنها كانت تأمر الخدم بأن يحضروا الطعام ويضعوه أمام باب غرفة السلطان دون أن يدخلوا، والحجة التي قدمتها للجميع حتى لوزرائه أن السلطان يشعر بالتعب، وأمر بأن لا يدخل أحد إليه. كانت الحرب في أوجها، والمسلمين يتعرضون للمزيد من الهزائم، وآخرها كان مقتل الأمير فخر الدين يوسف في إحداها، ليتولى قيادة الجيش بعده وبأمر من شجرة الدر ركن الدين بيبرس. بيبرس وشجرة الدر قاموا بوضع مكيدة أوقعت الصليبيين في شر أعمالهم، وأوقعت قائد حملتهم الملك لويس التاسع في الأسر. باختصار، استدرج الجيش المصري الصليبيين إلى داخل المنصورة التي كان الهدوء التام يلفها بأمر من بيبرس،
لإيهام الجيش الصليبي أنها فارغة. وفور دخول الصليبيين المنصورة وقعوا بين فكي الكماشة، فأحيطوا من كل الحواري والأزقة، ولم يعلموا من أي مكان يخرج المقاتلون. بعد هزيمة الصليبيين في المنصورة أرسلت شجرة الدر إلى توران شاه ابن زوجها الصالح أيوب ليتولى الحكم خلفا لأبيه عقب إعلان وفاة الملك الصالح، بعد أن أبرزت أمرا ملكيا ممهورا بختم السلطان ومذيلا بتوقيعه. طبعا هذا الأمر كان من شجرة الدر. وصل توران شاه والذي كان منتظرا منه أن يحفظ لزوجة أبيه فضلها في إدارة الحكم بعد موت أبيه، وأن يقيم وزنا للمماليك نتيجة دورهم في هزيمة الحملة الصليبية، إلا أن العكس حدث. فالرجل أخذ يهدد ويتوعد بقتل زوجة أبيه، وطلب منها الأموال والمجوهرات التي هي برأيه حقه من ورثة أبيه. أما المماليك فتعرضوا للظلم على يده، وجردوا من المناصب والمآثر التي استحصلوا عليها من السلطان الراحل وشجرة الدر من بعده. وصل الأمر به إلى حد التخطيط لقتل أمرائهم والتخلص منهم، إلا أن جماعة المماليك كانت الأسرع في التخلص من توران شاه. فقتل توران شاه سنة 648 هجري، أي 1250 ميلادي، على يد كل من ركن الدين بيبرس، فارس الدين أقطاي، وعز الدين أيبك التركماني. قتل الملك ولا وريث، فما الحل؟ كان الحل عند المماليك أن يبايعوا من أظهرت حنكة ودراية وصلابة في أوقات الشدة، فكانت البيعة لشجرة الدر لتصبح بذلك أول سلطانة تحكم في الشرق الأوسط. أول عمل قامت به شجرة الدر هو نقش العبارة التالية على العملات المعدنية: المستعصمية الصالحية ملكة المسلمين ووالدة خليل أمير المؤمنين. تابعت شجرة الدر تصفية الوجود الصليبي، وعقدت اتفاقا مع الملك المأسور لويس التاسع، عده المؤرخون الصليبيين اتفاق ذل وعار، حيث أنها استحصلت منه على فدية كبيرة، وأمرته بالرحيل من البلاد الإسلامية والتعهد بعدم العودة مرة أخرى مقابل الإفراج عنه، وكان لها ما أرادت. استمر حكم شجرة الدر ما يقارب 3 شهور، أو على أقل تقدير 80 يوما، قبل أن تبدأ الأصوات المعارضة بالصدوح. فبدأت المظاهرات الغاضبة التي تطلب تنحيتها عن العرش، فأنى لامرأة أن تستلم شؤون البلاد وهو الأمر المستنكر والمخالف للشرع آنذاك؟ هل تعتقدون أصدقائي أن الأمر اختلف في زمننا هذا؟ لنكمل. الأيوبيون في الشام اعتبروا مقتل توران شاه الوريث الأيوبي لعرش مصر إهانة وإعلان حرب، وبالأخص أن الحاكم امرأة. أما الخلافة العباسية فلم تعطي المباركة لجلوس شجرة الدر على العرش، وأرسل الخليفة المستعصم رسالة إلى المماليك مفادها: إن كانت الرجال قد عدمت عندكم فأعلمونا حتى نسير إليكم رجالا. أمام هذا الواقع المعارض الشديد، لم يكن من شجرة الدر إلا التنازل عن العرش لعز الدين أيبك قائد العسكر، والذي كانت قد تزوجته في بداية حكمها. وكما خمنتم فعز الدين أيبك لم يكن إلا واجهة الحكم، والأمر كله لشجرة الدر التي هام بها أيبك غراما. وصل هيام أيبك بزوجته إلى حد أنه أطاعها في مطلبها أن لا يرى أو يزور، وفي بعض المصادر أن يطلق زوجته الأولى وأم ولده المدعوة بأم علي. تذكروا هذا الاسم جيدا، فله دور في حلقتنا. قامت شجرة الدر بالتخلص من القائد أقطاي بمساعدة زوجها، درءا للمخاطر التي كان يسببها لهم، إلا أن سطوة الحكم غلبت على العشق والهيام، فبدأ أيبك بالنفور من شجرة الدر ومخالفة أوامرها، ووصل به الأمر إلى حد ترك القلعة والسكن بمنطقة تسمى مناظر اللوق، وأرسل من يبلغها بأنه سيقصيها عن الحكم وبأن الأمر الأول والأخير في الحكم هو له. كل هذا لم يثر الضغينة الكبرى في قلب شجرة الدر، إلا أن سعي أيبك للزواج من ابنة بدر الدين لؤلؤ حاكم الموصل كانت القشة التي قصمت ظهر البعير. فالمرأة أي شجرة الدر لم ترد أن يصنع بها ما صنعته هي من قبل بضرتها، ولذلك كان التخلص من الملك أيبك أمرا لازما. استعملت شجرة الدر الحيلة، فأرسلت إلى أيبك تستلطفه وتستعطفه وتخبره بأنها رهن أمره وهو الملك المطلق، وظلت تحلفه أن يعود إلى القلعة حتى كان لها ما أرادت.
عندما عاد أيبك إلى القلعة كانت شجرة الدر قد أعدت العدة لقتله سرا، وبالفعل وبمساعدة 5 من المخلصين لها قامت شجرة الدر بقتل أيبك، وأشاعت بين أمراء المماليك أنه مات فجأة. ولكن الخدعة لم تدم، فالأخبار وصلت إلى أمراء المماليك الذين كانوا على دراية تامة بتأزم العلاقة بين الملك وشجرة الدر بأن أيبك لم يمت بل قتل، والقاتل شجرة الدر. ولهذا قرر المماليك الموالون لأيبك وعلى رأسهم سيف الدين قطز الانتقام. ألقى المماليك القبض على شجرة الدر وحبسوها في البرج الأحمر بقلعة الجبل. فهل تظنون أن الأمر انتهى وشجرة الدر ماتت في سجنها؟ أنتم جدا مخطئون، أنصتوا جيدا. تولى الحكم بعد أيبك ولده نور الدين علي بن المعز أيبك ابن الزوجة الأولى التي ظلمتها شجرة الدر، والآن أصبح الدور لأم علي كي تقتص من غريمتها. فأرسلت لابنها تطلب منه تسليمها شجرة الدر، فكان لها ذلك. وصلت شجرة الدر إلى مكان إقامة أم علي، فلقيت ما لم يكن في الحسبان. بانتظارها كانت تقف الجواري، وكل واحدة تحمل قبقابا خشبيا، أي حذاء مصنوعا من الخشب، في يدها. وعند إشارة أم علي انهالت الجواري بالضرب على شجرة الدر حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، لتأمر بعدها أم علي برميها من فوق أسوار القلعة وهي شبه عارية، لتبقى دون دفن لعدة أيام. بعد ذلك تم دفن شجرة الدر في قبر قرب السيدة نفيسة بين حارات ومنازل المنطقة. إلا أن الدراسات والتاريخ يشيران إلى أن شجرة الدر كانت قد بنت ضريحها الخاص وزينته بالفسيفساء والأحجار والنقوش الإسلامية، وعبارات تدل بصريح العبارة إلى من كانت من المفترض أن تقتن هذا الضريح. إلا أن قتلها والحنق الذي قوبلت به منع دفنها في ذلك الضريح، ليدفن فيه أحد الخلفاء العباسيين بعد موتها بعقود. وبذلك تنتهي قصة الجارية التي تقلدت مفاتيح الحكم في العلن والخفاء، وانتهت حياتها على يد الجواري التي كانت هي إحداهن يوما ما. إذن أصدقائي، هذا ما كان في جعبتنا حول قصة شجرة الدر المثيرة للدهشة، القصة التي أردنا أن تصميم الإنسان وسعيه لابد حتما أن يوصله إلى مراده، وقصة أردنا أنه بقليل من الحكمة والدراية نستطيع كأفراد أو كأمة مواجهة أي نوع من أنواع الاستبداد، وما أكثرها تلك التي نتعرض لها في يومنا هذا. وفي المقابل والأهم من هذا كله، هي قصة أردنا وبوضوح تام ما يمكن لجنون العظمة وحب السلطة أن يوصل صاحبه إليه، فيصبح الظلم والتجبر والقتل ندماؤه. ولكن لابد أن تعود أفعال هذا المهووس بالسلطة كائنا من يكون عليه. أوليس كما ندين ندان؟ أوليس الجزاء من جنس العمل؟ هذه سنن الكون، وحقا الله يمهل ولا يهمل. هذا تاريخ يوثق ما قلنا بحكايا ووقائع لكم فيه عبرة، ولنا في كل خميس قصة.